أهلا بكم. يصنف العراق من حيث موارده رابع أغنى بلد في العالم، لكن سوء إدارته جعلت منه بلدا فقيرا استثماريا وفي جميع القطاعات. وإذا ما أردنا مقارنتهم مع كل من مصر والأردن فحتما نجد هنالك فوارق كثيرة متنوعة، فكلتا الدولتين قد تفوقا على العراق استثماريا ونجحا في إنجاز مشاريع استراتيجية للطاقة والنقل والسكن وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي ظل مزايا التفوق لكل بلد، كيف ممكن أن تنظم طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الأطراف الثلاث؟ التفاصيل بعد نتابع هذا التقرير. قمة ثلاثية جمعت العراق ومصر على أرض الهاشميين، عنوانها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية. ماذا تختلف عن سابقاتها؟ تتساءل أطراف برلمانية في الداخل العراقي. وما الذي يربط العراق بالأردن ومصر؟ بل ماذا سيستفيد العراق من هذه الدول؟ الحقائق على الأرض تتحدث عن سيناريو محتمل التطبيق في القريب العاجل، يتمحور حول ربط اقتصادي يشمل نفط العراق مدعوما لمصر والأردن مقابل استثمارات عربية ضخمة في العراق، مهمتها تحريك الاقتصاد، أي تحت عنوان الفائدة المشتركة. وهذا يعني تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة الأردني والسويس المصري إلى دول العالم المختلفة، مع مراعاة مزاج أوبك التي ستبدي مرونة أكبر مع العراق في قادم الأيام كجزء من ثمار هذا التحالف الذي من المحتمل أن تنضم السعودية له مؤخرا، لتصبح قوة عربية اقتصادية لا تهزها رياح الأزمات، كون العراق يمتلك النفط والموارد والزراعة والموقع والجهد البشري، ومصر تمتلك ثروة بشرية وصناعية وموقعا، والأردن ستكون رابطا بينهما. وإذا ما انضمت السعودية لهذا التحالف فإنها حتما ستأتي بثقلها للاستثمار في العراق، ومن الممكن أن يربط حينها العراق موانئ السعودية وميناء الفاو بربط سككي يمتد لميناء العقبة وقناة السويس، ولاحقا عبر تركيا إلى أوروبا. وبهذا سيستعيد العراق عافيته ويصبح قوة اقتصادية عظمى في المنطقة بعد سنوات قليلة. لبرنامج دينار، علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. أما ضيوف حلقة اليوم فهم أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. أعود إلى ضيوف الكرام وأبدأ مع الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فرات الموسوي. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. ما الأهمية المكتسبة من إعقاد القمة الثلاثية يوم أمس في عمان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ قيس وأحيي ضيوفك الكرام في هذا البرنامج المميز. حقيقة يعني العراق منذ فترة يعني
بدأ بالانفتاح على جميع دول العالم وخصوصا دول المنطقة والدول العربية بشكل عام. أول هذه النتاجات الانفتاح هو عقد قمة مع مصر ومع الأردن، وكل الدولتين حقيقة لهما مزايا خاصة ممكن أن تعود بالفائدة على العراق وعلى الجميع. العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى التكامل الاقتصادي، التكامل التجاري، التكامل في التعليم والصحة وفي أمور كثيرة. يعني فكرة العراق ورؤى العراق يعني لا تنطبق يعني على دولة محددة، وإنما مجموعة من الدول تمتلك موارد اقتصادية ومزايا خاصة ممكن أن تشكل استثمارا جيدا لجميع دول المنطقة وفائدة وتكامل اقتصادي. هذا التكامل الاقتصادي حقيقة كما قلت لكل دولة مزايا وخبرات عديدة، فمصر تمتلك خبرات واسعة جدا في قضايا الاستثمار. يعني أنا راح أتكلم فقط في مجال الطاقة، النفط والغاز. بالنسبة مثلا مصر إنتاج النفط إنتاجها قليل جدا بحدود 600 ألف برميل، ولكنها في مشاريع الغاز هي مستثمرة يعني ضخمة جدا، لها إنتاجات كبيرة، مصانع عديدة في هذا المجال. وكذلك الأردن، الأردن تتميز بأنها تمتلك ميناء وممر حقيقة تجاري إلى دول العالم. هذه المزايا ممكن يعني لجميع هذه الدول أن تكون ذات فائدة وتحقق ما يسعى إليه الدول من التكامل الاقتصادي، وفي نفس الوقت هذه فرصة ستكون جيدة لربما في المستقبل ستنضم دول أخرى لهذا التكامل الاقتصادي، لهذه الاتفاقيات. يعني نحن نتأمل يعني في الفترة القادمة سنشهد مزيد من الاستثمارات، سيكون هناك يعني مشاريع على أرض الواقع لما تمتلكه هذه الدول من موارد وخبرات متكاملة. كل دولة لها يعني مميزات خاصة، عندما تجمع هذه المزايا لثلاثة دول سينتج لك تكامل اقتصادي أنا أعتقد أنه راح يكون يعني جيد جدا للمنطقة ولجميع هذه الدول. نعم. تمام دكتور، دعني أنتقل إلى ضيف الآخر من عمان عبر الهاتف، السيد حمد الطبار وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق. مرحبا بك أستاذ حمدي. أستاذ حمدي تسمعني؟ تمام، نعتذر عن هذا الخلل. دكتور فرات، يعني ما الذي يريده العراق بالتحديد من وهو رابع أغنى بلد في العالم من دول نوعا ما تفتقر إلى ثروات طبيعية كالعراق، ما الذي يريده العراق من هذه القمة؟ العراق حقيقة يحتاج إلى يعني مساعدة أولا في إدارة هذه الموارد. الإدارة نعني بها الدول التي تمتلك خبرة في الاستثمار، خبرات سابقة مع دول عالمية. يعني أنت إذا نظرت إلى مصر، مصر من موقعها الجغرافي يعني تمتلك خبرات أوروبية، تمتلك خبرات أجنبية، تمتلك شركات عديدة، استثمارات عديدة. نحن نحتاج إلى يعني مزج هذه الخبرات مع الموارد الموجودة لدينا، لأن ما نحتاجه يعني نحن فقط إدارة واستثمار. بالنسبة للاستثمار يعني العراق دائما يعني من 2003 إلى الآن يرحب بجميع الدول العربية للقدوم للعراق واستثمار ما لديه من موارد. وبالنسبة للجانب الآخر يعني هذه فرصة كبيرة في ظل ظروف جائحة. دكتور فرات عذرا عن المقاطعة، دعني أنتقل إلى ضيفي الآخر من عمان عبر الهاتف، وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق الدكتور حمدي طبع. مرحبا أستاذ حمدي. مرحبا، مسيك بالخير، حياك بغداد. مرحب بك، اجمل ترحيب استاذ حمدي، شكرا جزيلا استاذ حمدي. حياك الله. ما الاهميه المكتسبه لدى الاردن من عقد هذه القمه المشتركه ما بينها وما بين مصر ايضا والعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه ضيوف جلاله الملك عبد الله الثاني بالاردن، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس مصطفى الكاظمي، هي حقيقة ليس ببعيد وغريب على الأمة العربية أن تجتمع الرؤساء والزعماء العرب لما في خدمة بلدنا. المنطقة تمر طبعا بتقلبات كثيرة، وأعتقد اجتماع القمة البارحة
وخطوة للأمام وأمل للشباب في العراق وفي مصر والأردن أن يكون هنا نكون هناك نواة لهذا التجمع الاقتصادي. أقول لن ندخل في سياسة، تجمع اقتصادي متكامل كما ذكرت. مصر لديها من البعد السكاني والزراعة والغاز، والعراق اللي له علاقات تاريخية مع الأردن أعتقد لابد أن نربط أنبوب النفط من العراق إلى ميناء العقبة حتى يتسنى العراق أن يصدر منتجاته عن طريق البحر الأحمر، كذلك الأردن يستفيد من هذا الشيء. وأعتقد إن شاء الله في هذه الموضوع أن يكون هناك سكة حديد كمشروع يربط بين العراق مرورا بالأردن إلى مصر حتى ننطلق إلى أفريقيا من خلال مصر. لا ننسى أن الأردن يرتبط اتفاقيات تجارية حرة مع أكثر من دولة، والمستثمرين يستطيعوا أن يستفيدوا من هذه الاتفاقيات لتصدير منتجاتهم. الموضوع الآخر في قطاع مهم في الأردن وهو أولى جلالة الملك اهتمامه هو قطاع المعلوماتية. الأردن الآن أعتقد بين الدول العربية متقدم جدا بين الشباب والشابات وكلها عناصر أردنية، وهذا يستطيع نحن في هذا القطاع نفخر يعني ونقدم هذا القطاع لإخواننا في العراق، وخاصة في الصناعات العراقية التي تأخرت لأسباب كثيرة. تكون هذا القطاع الأردني قطاع المعلوماتية يستطيع أن يساعد ويساهم مع إخواننا في العراق. الموضوع الآخر، الأردن لديه خدمة بنوك ممتازة وسياحة علاجية، وكما ذكرت الأمن الغذائي الأساسي أعتقد هو الأساس. العراق الآن بحاجة إلى إعادة تعمير، وأعتقد لدينا من المهندسين والمقاولين اللي هم الآن هم بعض منهم في العراق يساهم في بناء إعادة بناء العراق. اتحاد رجال الأعمال العرب يبقى أستاذ حمدي، يعني متى من المفترض أن تترجم نتائج هذه القمة على أرض الواقع؟ تمام، أنا ذلك أقول أتمنى، وأنا ذكر اتحاد رجال الأعمال العرب ليضم العراق ومصر والأردن وأكثر من 14 دولة أو منظمة عربية وموقع عمان، نحن على استعداد أن نساهم بجمع أي مشاريع عربية لهذه الدول الثلاثة لتكون نواة لأي استثمار. فسندعو إن شاء الله رجال أعمال العرب في تلك الدول الثلاثة إلى اجتماع ونطلع على ما هي حاجات أولويات لكل دولة. وكما ذكرت المال العربي متوفر لكن يحتاج إلى خطة تنمية متكاملة. تمام. ونحن بالأردن يسعدنا أن نكون شركاء في هذا في هذه الخطوة في هذا الظرف الصعب أن نجتمع ثلاثة رؤساء ونرحب. وطبعا تمام أستاذ حمدي، خليك ويانا لو سمحت، لنا نرجع لك إن شاء الله لاحقا. دعني أنتقل إلى ضيفي من القاهرة عبر سكايب الخبيرة في القطاع الاقتصادي حنان رمسيس. مرحبا ست حنان، وسهلا بكم. ما الذي يمكن أن تقدمه القاهرة للقمة الثلاثية، أو ما الذي يمكن أن تقدمه بالأحرى إلى الأردن والعراق عقب هذا الاتفاق أو عقب هذه القمة؟ طبعا ممكن مصر تقدم للأردن والعراق الكثير والكثير من الخبرات والكثير والكثير من العمالة البشرية. واحنا عارفين ان في فترة من الفترات كان العامل المصري كان متواجد بقوة في العراق، وكان طبعا كل العمال كانوا بيحكوا على الهنا والسعادة اللي كانوا بيلاقوها في العراق، حتى فاكرين يعني تاريخ العمل هناك، ويعني بيقولوا كانت ايام ما تتكررش تاني. طبعاً الاردن برضو لينا معهم علاقات اقتصادية جيدة تتعلق بمجال الطاقة وتتعلق بمجال الدواء وتتعلق بمجالات اقتصادية عدة. فاحنا يعني الخبرة المصرية وبعد طبعا ثورتين وبعد قدرة
قدرة مصر على الإصلاح الاقتصادي والقدرة على يعني إنجاز العديد من المشروعات في فترة 6 سنوات هي فترة رئاسة السيد عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا في خبرات ممكن تنتقل إلى الدول العربية، وده طبعا في الاتحاد قوة، كل ما يبقى في اتحاد ما بين أكثر من دولة ده معناه دفاع مشترك، ده معناه تجارة مشتركة، ده معناه تبادل تجاري وتبادل في الخبرات وتبادل في العمالة، وده بيحقق نوع من الرواج الاقتصادي لمصر وبالتبعية للدول العربية. لو ببص على حجم التجارة البينية ما بين مصر والعراق فهي يعني تعتبر منخفضة نوعا ما، طبعا للظروف اللي تمر بيها العراق اللي إن شاء الله بندعم من قلوبنا أن ترجع عراق تاني عراق العرب والعراق درة المنطقة العربية واللي بتوجد فيها الثروات وتوجد فيها الفرص، وإحنا طبعا بيسعدنا جدا أن الدول العربية تقوم على رجليها من أول وجديد، لأن يعني حقها فعلا دولة زي دولة العراق بمواردها وبثرواتها وباقتصادها تستطيع اجتياز الأزمة اللي موجودة فيها بأسرع وقت ممكن، ولكن المحك الرئيسي هو القدرة على توظيف كل الثروات والقدرات والخبرات للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب والحكومات. سيد حنان، لمن الأولوية إذا ما كان هناك اتفاقات ما بين بغداد والقاهرة، لمن تكون الأولوية من القطاعات؟ مش هنقول قطاع معين، بس هنبتدي بقطاع الطاقة والنفط، لأنه يعني هيبقى فيه ممكن تعاونات جيدة. احنا طبعا عارفين ان مصر اجتازت يعني جزء كبير فيما يتعلق بموضوع الغاز الطبيعي، ولكن موضوع النفط هو موضوع مش سهل، وحتى ان التنقيب عليه بيكلف مصاريف عالية جدا، واحنا عارفين ان في ظل الكورونا كان في انتهاك قوي جدا لمعدلات لاحتياط النقد الاجنبي، وموضوع التنقيب عن النفط بيحتاج موارد نقدية أجنبية كتيرة جدا لشركات التنقيب وكمان لمرتبات العاملين في هذه الشركات. هنبتدي بقطاعات جيدة زي قطاع الأغذية وقطاع الأدوية وقطاع الاتصالات، وهنعمل يعني شراكات ما بيننا وما بين العراق، وده هيوفر فرص عمل للعمالة المصرية اللي ابتدت يعني العديد من الدول تتقفل يعني فرص العمالة فيها. دينا شايفين كان في تواجد العمالة قوي في ليبيا، دلوقتي العملية اتقفلت، كان في تواجد قوي للعمالة المصرية في اليمن برضو العملية اتقفلت. تمام سيد حنان، خليك معنا دكتور فرات، يعني شو يريد العراق من الأردن ومن مصر، وليش مو غير دولة عربية، ليش بالتحديد مصر والأردن؟ يعني العراق يسعى لأن يعني يكون الأردن ومصر بوابة العراق الاقتصادية للعالم الخارجي، هذا واحد. اثنين، يسعى إلى التكامل الاقتصادي عن طريق عدة خطوات، من ضمنها ربط الطاقة الكهربائية. والآن أحد أهم المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والصناعة العراقية هي مشكلة الكهرباء. هذه ممكن أن تحل من خلال هذا الاتفاق عن طريق الربط الكهربائي العاجل. هذا الربط الكهربائي من شأنه أن يعني يذلل الكثير من الخطوات لتقدم صناعي واقتصادي كبير بالعراق، هذا شيء مهم جدا. أيضا هناك شركات عديدة مصرية في قطاع الإسكان، في قطاع الغاز تحديدا. الغاز الآن العراق مهتم جدا في استثمار الغاز، لمصر استثمارات كبيرة في هذا المجال، وهي أقدم من العراق في استثمار هذا النوع من الطاقة. العراق يسعى إلى هذه النقاط، متى ما اكتملت هذه النقاط ممكن أن ينفتح أمور كثيرة اقتصادية في المستقبل. نعم تمام. أستاذ حمدي الطباع، لماذا لم تكن هناك دول أخرى غير مصر والأردن والعراق في هذه القمة؟ طبعا كما ذكر أخي بغداد، احنا الآن ما دام العراق بحاجة إلى طاقة كهربائية، الآن عنده الأردن فائض عندنا من الطاقة، إذا صار هناك ربط كهربائي فالطاقة متوفرة. أكرر مرة ثانية أنه لابد لهذا الاجتماع أن ينبثق هيئات الاستثمار في الدول الثلاثة أن تجتمع بأقرب فرصة، نطلع رجال الأعمال في كل في هذه البلدان ما هي الأولويات للاستثمار في عاش بناء كان في العراق أو مشاريع استثمارية في مصر ومشاريع استثمارية في الأردن. ومرة ثانية أذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب
فيدعو هذه المؤسسات الثلاث للاجتماع في أقرب فرصة حتى يضع برنامج زمني يرفع مثل هذه التوصيات إلى القمة الثلاثية بالطبق حسب نقول. كما ذكرت الغاز المصري موجود، الربط الكهربائي ضروري، والعراق أنا عارف أنه في حاجة، لكن نحن في الدول الآن نستطيع أن نكون متكاملين، قد نكون نواة لعمل إن شاء الله الأوسع لأي دول أخرى قد تنضم لهذا التجمع الاقتصادي. أنا أقول تجمع اقتصادي لابد أن نخلق فرص عمل لكل الدول، هناك بطالة عربية في الأردن، في مصر، في العراق، وهذه لا تتم إلا بالمشاريع الكبيرة، والثلاث دول لديها حاجة لمثل هذه المشاريع، والمال يتوفر عندما تكون هناك جدوى اقتصادية لأي مشروع اقتصادي. تمام. سيد حنان رمسيس، ما الانطباع الذي يتوفر لدى الشركات المصرية؟ هل ترغب بدخول العراق وفق المعطيات الحالية؟ طبعا ترغب بقوة. ده احنا اول ما عرفت قطاعات العقارات ان في خطة لاعادة اعمار العراق مرة اخرى ابتدت تنتعش هذه القطاعات في البورصة على سبيل المثال للحظ، وابتدت العديد من الشركات تبحث عن فرص مواتية يعني اخذ اكبر قدر ممكن من الاستثمارات، ده توظيف للسيولة المتواجدة لديها وتوظيف كمان للعمالة وخلق فرص يعني استثمارية جديدة وتعاون ما بين دولتين يعني ليهم علاقات قوية تاريخية وسياسية واقتصادية من يعني قديم الأزل. طبعا فرص المواتية بتبقى ممكن كمان يتطرق إلى مشروعات أخرى، تتطرق إلى مشروعات تجارة بينية، تتطرق إلى مشروعات السياحة والفندقة، وما معروف عن العراق من العديد من الآثار التاريخية المتواجدة لديها، وفي كمان تعاونات في البحث العلمي وتعاونات في التعليم. ده كله طبعا معروف عن جامعة بغداد كانت بتخرج يعني أعظم المهندسين وأعظم الأطباء، وإحنا يعني عودة العراق إلى مكانتها الطبيعية مرة أخرى ده نوع من الاستثمار اللي يعني بيتعشم الوطن العربي كله عودتها إلى دورها الأساسي ودورها القائد في المنطقة. طبعا وزي ما حضرتك بتقول إن في تعاون ما بين الأردن والعراق ومصر، وفي المملكة العربية السعودية كمان بصدد إن هي تدخل في هذا الاتفاق وتضخ بالعديد من الاستثمارات، وإلى جانبها هتبتدي الدول العربية كافة اللي عانت الأمرين من ثورات ربيع عربي وعانت من تداعيات كورونا أنها تخلق فرص مواتية للاستثمارات ولضخ العمالة العربية المعطلة وتحقيق معدلات ناتج قومي عالية من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة. تمام. سيد حنان، هل هناك ما يعيق دخول الشركات الاستثمارية المصرية إلى العراق في الوقت الحاضر؟ ممكن نتكلم يعني بصراحة شوية هو الإرهاب لا أكثر لا أقل، غير لو تم السيطرة على هذا البند يعني بالتبعية هيبقى في ضخ جيد جدا للعمالة المصرية في العراق، وخصوصا العمالة المصرية، لأن ما بين المصريين والعراقيين يعني علاقات جيدة جدا جدا، وهم بيتعشموا لعودة العراق مرة أخرى في استقرار وأمان، لعودة يعني الحصول على الرزق والسفر إلى العراق، وكله دلوقتي زي ما بيقول بيحضر شنطته مستعد للفرص المواتية اللي هتحقق له يعني دخل جيد وتحقق له فرصة عمل جيدة في بلد عزيزة على قلب المصريين. ممتاز. دكتور فرات، يعني الشركات الأجنبية عربية كانت أم أجنبية يعني ترغب بدخول العراق، لكن الأرضية ما زالت أعتقد تعاني من بعض المشكلات. العراق بحاجة إلى تهيئة أرضية ملائمة لدخول الشركات الأجنبية بكافة جنسياتها. نعم، حقيقة والإجابة على هذا السؤال أود أن أبين يعني موضوع مهم جدا. يعني الآن بسبب جائحة كورونا اللي صارت أكو انهيار اقتصادي خلينا نقول بالعالم أجمع، المنطقة العربية الآن هناك توترات عديدة في دول المنطقة نتيجة هذه الأمور. العراق يعني له رؤية خاصة أن هذه الأمور ممكن أن تزال
عن طريق الاستثمار والتكامل الاقتصادي. فلهذا هو يعني واحد من الرؤى الأساسية إلى أن التكامل الاقتصادي والاستثمار الاقتصادي ممكن أن يعيد العلاقات وقوتها متانتها بين الدول العربية. زين. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للشركات الأجنبية حقيقة يعني أنا مطلع شخصيا، هناك العديد من الشركات الأجنبية وخصوصا بعد زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بالعمل والقدوم إلى العراق، لأن السيد رئيس الوزراء يعني أعطى ضمانات كثيرة ويعني لهذه الشركات أن تأتي وتعمل وفق يعني أرضية خصبة، وفق أرضية أمنية جيدة، وأيضا يعني أعطى إشارة للبرلمان العراقي بسن يعني قوانين للاستثمار محفزة لهذه الشركات القدوم. العراق حقيقة الآن يعمل يعني وبقوة من أجل هذا الموضوع، وحاليا يعني كثير من الشركات حاليا الآن موجودة هي بالعراق، يعني ما مو العراق مو متخلف عن هذا، ولكن العراق يرغب في المزيد، في قدوم مزيد من الشركات الاستثمارية الخاصة، وهو يعمل على إيجاد أرضية مناسبة لهذه الشركات. نعم. تمام، اسمحوا لنا ضيوف الكرام أن نذهب إلى متابعة موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم، ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، عند الضيوف من بغداد الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فرات الموسوي، ومن القاهرة عبر سكايب الخبيرة في القطاع الاقتصادي حنان رمسيس، ومن الأردن عبر الهاتف وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق السيد حمدي الطباع. أستاذ حمدي، الشركات المصرية حسب ما قالته السيدة حنان رمسيس لديها رغبة كبيرة في دخول العراق، ماذا عن الشركات الأردنية وفق ما يعيش العراق من معطيات حاليا؟ طبعا احنا جغرافيا اقرب للعراق، هناك بعض الشركات متواجدة في العراق، أنا على علمي حتى في البصرة وفي بغداد، لكن كما ذكرت أخي بجوز التشريعات الاستثمارية تحتاج لتعديل سريع حتى نستقطب شركات أكثر، ليس فقط في قطاع المقاولات في العراق كما هو بالحاجة، لكن في قطاعات أخرى. يعني اليوم قطاع التكنولوجيا المعلومات من الأساسيات لأي عمل، تحتاج العراق لتسريع التشريعات تمام، تمكن المستثمر العربي بدايه والاجنبي اذا الله يحييه، لكن احنا الاردن على استعداد للتعاون مع الاخوان في العراق حتى في اي ارسال لهم اي
تشريعات قائمة جديدة في قطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك. الأردن متطورة في قطاع البنوك، ممتازة في البنوك، وطبعا أعرف أن العراق اليوم بحاجة إلى تمويل، لكن بهمه سلسلة بنوك مريحة وقوانين تطمئن المستثمر العربي والأجنبي. تمام استاذ حمدي الطبع، نكتفي معك بهذا القدر، نعتذر على لضيق الوقت. عذرا، وزير الصناعه والتجاره الاردني الاسبق السيد حميد الطبع كنت معنا عبر الهاتف من عمان، نشكرك جزيل الشكر. استاذ حنان رمسيس، في سؤال اخير الى حضرتك، يعني هل تتوقعين ان تترجم هذه او نتائج هذه القمه بالقريب العاجل ام تاخذ مدى اطول؟ لا، هتترجم في القريب العاجل، لان في يعني استعداد تام لتقديم كل الخبرات للدول العربيه، وخاصه الدول اللي عانت من حروب وعانت من مشاكل اقتصاديه، لان مصر كمان كانت بتعاني من مشاكل اقتصاديه، وتجربتها في الاصلاح الاقتصادي هتؤهلها في الفتره القادمه ان هي تقدم كل خبرتها وكل معلوماتها للدول العربيه الشقيقه لاجتياز الازمات الاقتصاديه المتواجده فيها. وزي ما سيادة الوزير قال ان في طبعا الموضوع التشريعات القانونية والتعاون التكنولوجي ده هيسهل الامور اكتر في ان يبقى في الفرص تبقى سريعة، ما يبقاش في انتظار لتعديل قوانين لاقتراح قانون استثماري. فزي ما مصر عمل. تمام، نشكرك جزيل الشكر للخبيرة في القطاع الاقتصادي السيدة حنان رمسيس، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. أما الآن مشاهدينا الكرام فنتابع سريعا عالم الأرقام في هذه الدقائق قبل الختام. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري، الأولى في تنفيذ الأبنية النمطية بالبناء الجاهز، مدارس، مجمعات سكنية، مستشفيات. قبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى الخبير في قطاع الطاقة الدكتور فرات الموسوي، كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا السيد وزير الصناعة والتجارة الأردني الأسبق كان معنا عبر الهاتف من عمان السيد حميد الطبع، كما نشكر أيضا الخبيرة الاقتصادية من القاهرة عبر سكايب حنان رمسيس. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الختام، نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار، دمتم في أمان الله.